نبدأ من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في مدرسة الثالثة الفيزياء البلازما. بنرحب بكل الناس طلبة وأساتذة مش غير أسماء. إن شاء الله هبقى معاكم لمدة 3 أيام. إزاي أهم حاجة قبل ما نبدأ كده، إزاي تحقق أفضل استفادة من المدرسة. فكرة مدرسة الفيزياء البلازما في الأصل هي فكرة قديمة، بس هي مش مطبقة في مصر كتير. إن أنت عندك في إيطاليا في مركز دولي للفيزياء النظرية بيعمل كل سنة أو كل على مدار السنة مدارس مختلفة، تخصصات مختلفة. فأنا فكرت ليه ما يبقاش عندنا مدرسة في مصر خاصة بفيزياء البلازما. إن شاء الله ممكن كل بقى أستاذ يشوف في المجال بتاعه ولا حاجة، بس أنا بهتم بفيزياء البلازما لأن ده تخصصي وتخصص المجموعة البحثية اللي بشتغل فيها. فيهمني إن أنا أنشر الفكرة ديت بين الطلبة في الجامعات المختلفة، وعشان كده أنا بركز جدا وأنا بختار الطلبة يبقى كل الجامعات ممثلة بحد، ما أخدش ناس كتيرة من جامعة واحدة وأسيب جامعات تانية. فأنت هتلاقي أكتر من 15 أو 16 جامعة ممثلين في السكول هنا، وكل سنة بنفس الطريقة. طيب، هل الهدف بقى من المدرسة إن إحنا ندرس مقرر للطلاب، ولا ندرس جميع العلوم اللي لها علاقة بالبلازما؟ لو مقرر للطلاب يبقى إحنا كده كأن كورس بلازما عندك أنت بتدرسه على إيد أستاذك في الجامعة وخلاص. بس أنا ما يهمنيش ده بقدر ما يهمني إن أنت تعرف علم البلازما بصورة عامة، وإيه جميع العلوم المرتبطة بيه. لأن علم البلازما ما هواش علم قائم بذاته، هو علم يعتمد في دراسته على علوم كتيرة جدا، زي ما هنشوف السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها إيه الحاجات المتعلقة بالبلازما. فإحنا الهدف من المدرسة أنت ما تتخيلش إن أنت تطلع منها بفكرة عن البلازما عبارة عن إيه وأنا كده بقيت كأني أخدت كورس مكثف في البلازما. لا، أنت بس أخدت فكرة عن البلازما، فيزياء البلازما إيه وإيه العلوم اللي لها علاقة بيها. عشان تدرس البلازما بطريقة كويسة لازم تبقى عارف كل العلوم اللي حواليها. زي إيه؟ أنت عندك في عندك أنواع من البلازما، في عندك بلازما نظرية، في بلازما عملية ناس شغالة فيها، في العلوم اللي بترتبط بالبلازما زي الديناميكا غير الخطية اتكلمنا عليها السنة اللي فاتت، الفيزياء الرياضية هنتكلم عنها السنة دي جزء محاضرة زي ما هنشرح دلوقتي، الفيزياء الحسابية النيوميريكال. السنة اللي فاتت كنا مركزين على الاكسبيرمنتال بلازما، وكان في معانا الدكتور محمود الجارحي كان عامل تجربة بسيطة وفرج الناس عن مبادئ الاكسبيرمنتال بلازما ايه. السنة دي وجهناها شوية ناحية النيوميريكال بحيث يبقى انت كل سنة في جديد، ما يبقاش الموضوع بيكرر نفسه. الجزء المهم برضو ان انت ازاي تفكر. لو ما اتعلمتش ازاي تفكر يبقى الموضوع بالنسبة لك انت جاي تضيع وقت. تغيير طريقة تفكيرك مهم جدا ان انت تنميها في الكام يوم اللي عندنا هنا اللي قاعد معانا فيهم. ديت الدكتور عمرو هيتكلم معانا زي ما هنشرح في الجدول. فالوقت المتاح عندنا 14 محاضرة أساسية، في محاضرة متقدمة هتبقى النهاردة بعد الظهر، 2 مجموعة عمل عن البايثون اللي هيبقى قائم بيهم زميل معانا، اتفقنا مش هنجيب أسماء خالص. طيب، ايه بقى اهم حاجه انت المفروض تبقى عارفها وانت في السكول هنا؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها المناقشات. لو ما اتعلمتش ازاي تناقش تبقى انت كده فاتك كتير. معانا هنا اكتر من 12 استاذ متخصص في مجال البلازما والفيزياء الرياضيه النيوميريكال، فاستفيد من الناس دي كلها ان انت تتناقش معاهم. طيب، هتناقش ممكن اثناء المحاضره، ممكن لو اي حد عايز يوقفني او يوقف اي حد يستفسر، احنا جايين هنا نعلم، ما احناش جايين نقول محاضره ونروح. فبالتالي انت مش فاهم اي حاجه، ببساطه كده نوضح ديت بحيث ما نقعدش تبقى انت قاعد سرحان مننا. المحاضره بتبقى ساعه تقريبا، لو انت تهت في اول ربع ساعه خلاص يبقى. تاني حاجه، المحاضرات هتبقى مفتوحه بقى، دي هنتكلم عنها تبقى مساء ان شاء الله. طيب، ايه اللي احنا عايزين نتعلمه هنا؟ أول حاجة يهمني إن أنت تتعلمها إنك تكسر الحاجز النفسي اللي بينك وبين أي حد أنت عايز تتكلم معاه. مشكلة كبيرة جدا
الطلبة بتتكسف، بتتكسف إن هي تعبر عن السؤال عندها، إن ممكن السؤال ده يبقى سؤال مش كويس، بتتكسف مجرد إن لو عارفة حتى إن السؤال ده كويس ومهم هي مكسوفة إنها تتكلم. إحنا عايزين نشيل بقى الحاجز ده، مع الوقت كده هيبدأ الموضوع يتلاشى. طيب مجرد ما كسرت الحاجز إن أنت تبقى انك تقدر تسال وما تحرجش، هتبدا تكتسب خبرات علميه وعمليه من الناس اللي حواليك. فأهم حاجه يبقى اللي تركز عليها ان انت تبدا تتناقش مع الناس، مع الاساتذه اللي موجودين، مع زمايلك، مع الناس اللي سبقوك بخبرات، تتناقش معاه في حاجه علميه، في حاجه خاصه بالسكول، اي حاجه. مجرد انك تفتح مجال للحوار ده بينمح عندك حاجات كتيرة جدا انت مش هتحسها دلوقتي، هتحسها بعد كذا مرة. طب ده مهم في ايه؟ فرضا انت عايز تسافر بره او عايز اي حد يكتب لك خطاب توصية، انا هكتب خطاب توصية لواحد ما اعرفوش او حتى ما اتناقشتش معاه، يبقى حاجة تضحك. فانت لازم تبقى الاستاذ اللي شافك ده وهيكتب لك خطاب توصية يبقى شافك في يوم معين، اتناقش معاك، عرف تفكيرك ازاي، بعد كده قال ده اكتب له او ما اكتبلوش. يبقى المهم جدا ان انت تسال كويس، او مش هقول لك تسال كويس، اسال زي ما انت عايز، بس الاستاذ يعرفك عن طريق الدسكشن معاك. من غير الكلام ده يبقى انت بتضيع وقت وانت ما مش هتستفيد حاجه. طيب ايه تاني اللي هنستفيده؟ بعد كده ايه؟ يعني هل بعد كده بعد الاسبوع ده ايه اللي هيحصل بقى؟ انا كده اكتفيت كده وخلاص ولا لا؟ الناس اللي عايزه تكمل في مجال البحث العلمي هتبدا تواجه نفسها، ازاي تحضر، ازاي تسافر بره، ازاي تتعامل مع النقطه ديت. الناس اللي ما بتحبش موضوع البحث العلمي وبتفكر انها تشتغل في اي مكان، هتبدا برضو تتعلم ازاي تفكر. فالتفكير في حد ذاته هو الهدف من المساله، من المدرسه. اتعلمت ازاي تفكر هتسهل عليك حاجة كتير جدا. التفكير المنطقي والمتسلسل ده من خصائص الناس اللي عادة بتبقى خريجة علوم. بتاع علوم ما ينفعش يفكر تفكير عشوائي، لازم تفكيره يبقى منطقي ورا بعضه كده. فالنقطة ديت لازم تتنمى عندك أثناء حضورك المدرسة. لو جينا نشوف كده الجدول، هو موجود معاكم، احنا وزعناه. احنا عندنا المحاضرات النهاردة، هنبدأ بعد ما أخلص introduction، محمد عزت هيتكلم عن مقدمة عامة عن البلازما وكده. بعد كده هناخد بريك كده نص ساعة نريح شوية. بعد كده في الدكتور عبير هتتكلم عن الإلكتروستاتيك ويفز، وبعد كده محمد عزت هيتكلم عن الفيوجن والرياكتور. أول يوم ما حطيناش محاضرات كتير على أساس الناس جاية من السفر تعبانة، بس الناس اللي بص الدكتور هم اللي يتعبوا معانا النهاردة. بس هنتغدى. بعد الغداء من 4 ل 6 في عندنا ده بوست جراديويت سيشن، يعني انت حاجه متقدمه شويه للناس اللي بتحضر ماجستير او دكتوراه. الدكتور رضا هيتكلم عن محاضره عن الرياضه واهميتها في البحث العلمي. طبعا الناس اللي عايزه تحضر اهلا وسهلا، مش عايز تحضر خلاص اطلع نام ولا ريح شويه. بعد كده الناس اللي اثناء الساعتين، في كنت طالب من الناس اللي بتحضر ماجستير او دكتوراه كل واحد يجهز برزنتيشن 10 دقائق عن الشغل بتاعه. فيا ريت تكون كل الناس مقدمه، على الاقل الناس اللي موجوده في بورسعيد ودمياط اعتقد ان هم مجهزين، فيبقى معانا على الاقل 4 برزنتيشن. كل واحد هيتكلم 10 دقائق عن شغله. احسن 2 هيعملوا برزنتيشن، قلنا هندي لهم كتاب هديه. فده النهارده، ده بعد كده يبقى خلاص. من 7 ل 10 احنا القاعه دي والهول اللي بره بيبقوا مفتوحين، احنا قاعدين مع بعض، كل الاساتذه الموجودين هيبقوا قاعدين، مش هنخرج ولا نروح في حته، هنبقى قاعدين لاي حد عايز يتناقش معانا في اي حاجه، حاجه علميه، حاجه اي حاجه يجي يتناقش معانا. احنا قاعدين لحد الساعه 10 بالليل تقريبا. يعني ما تتكسفش انك تيجي تقول انا مثلا انا واثنين قاعدين مثلا نتكلم، تكسف تقول انا داخل اتطفل عليهم وهتناقش، لا، تعال اعرف نفسك واقعد معانا، مفيش اي مشكله خالص، احنا قاعدين علشان كده. فاللي مش هيجي وهيتكسف يبقى هو اللي ظلم نفسه. فاحنا قاعدين علشان الناس تيجي، ومفيش حاجه اسمها كسوف، قلنا عرف نفسك، اتناقش في اي حاجه، اقعد حتى اسمع احنا بنتكلم في ايه، ما بنقولش حاجه سر.
فاقعد اسمع احنا بنتكلم في ايه، ادخل معانا في الحوار، شوف الناس بتفكر ازاي. ده كل يوم بالليل من 7 ل 10 احنا قاعدين لمده 3 ايام. عايز تخرج تتفسح وتيجي وبتاع، وبعدين بقى تعالى اقعد معانا. تاني يوم بكره ان شاء الله هنبدا الساعه 9، الفطار في المطعم بره، بيفتح المطعم الساعه 7. الساعه 9 هنبدا اول محاضرات، معانا الدكتور محمد شهاب، الدكتوره نبيله، ودكتور وائل الطيباني. 3 محاضرات، بعد كده بريك، بعد كده محاضرتين تانيين، دكتور عمرو الزنط في الجامعه البريطانيه بس لسه ما جاش على وصول ان شاء الله. محاضرتين بتوع دكتور عمرو هما ما هماش حاجه علميه بقدر ما هما حاجه بتعلمك ازاي تفكر. اول طريقه، اول محاضره ريسيرش ميثودز ان فيزيكس، المحاضره الثانيه اوردر اوف ماجنتيود ان فيزيكس. فدول ما لهمش علاقه بالبلازما بقدر ما هما بيعلموك ازاي تفكر وازاي تدرس الحاجات اللي حواليك. المحاضرات اول 3 ايام الصبح دي محاضرات هتبقى اللي هي قبل البريك، بتبقى محاضرات علميه شويه، يعني ايه هتبقى يعني تركز معايا، تبقى الناس نايمه كويس، لان هتبقى محاضرات تقيله، كميه معلومات ممكن تبقى كبيره شويه، تكتب تتناقش، فده هتبقى محتاجه مجهود منك انك تفهم يعني. محاضرتين بعد الظهر بعد البريك نوعا ما ما هماش محتاجين مجهود بقدر ما انت محتاجين انك تستمتع بيهم. محاضرة قلنا بتاع الدكتور عمرو، بعد كده في 2 سيشن للدكتور مصطفى سليم هيعلمنا ازاي نستخدم برنامج الماثماتيكا. هو برنامج الماثماتيكا من البرامج اللي معظم الناس اللي شغالة في العلوم بتستخدمها. فأول يوم النهاردة هنبدأ الزملاء المتطوعين اللي معانا ينزلوا البرنامج للكمبيوتر على اللابتوب بتاع الناس اللي جاية، وهينزلوا برضه برنامج البايثون، عشان استاذ ياسر هيبدا يعلمنا مبادئ استخدام البايثون، ده برضه لغه برمجه زي الفورتران كده. فانت عندك حاجتين نيوميريكال هتتعلمهم اثناء الشغل هنا، اللي هو الماثماتيكا والبايثون. فدولت ده هيبقى مش هيبقى عن طريق محاضرات كده نقعد نتكلم، لا، هو الدكتور هيبدا يشرح وكل واحد يطلع اللاب بتاعه ويبدا يطبق، واحنا اللي نعرف نلف عليكم ونبدا نشوف كل واحد اخطا في حاجه نصوبها له، بحيث يبقى الموضوع ما هوش محاضره، ده هو مجرد ورك، حاجه تعليميه. فانت ما معكش كمبيوتر مش مشكله، اقعد مع زميلك، المهم ان انت ايه تاخد المهاره ديت. بعد كده احنا عندنا اليوم الثالث، انا هدي محاضره، بعد كده دكتور مسعد انا هتكلم عن البلازما انستابيليتي، برضه حاجه علميه شويه. دكتور مسعد متولي رئيس قسم الفيزياء في بورسعيد هنا، هيتكلم عن حاجه بعيده عن البلازما بقى شويه، نخرج بره البلازما، لان انا محاضرتي هتبقى رياضه، والناس اللي بديها لهم عارفين بيخرجوا بعد المحاضره ما يعرفوش ياخدوا حاجه بعدها. فانا حطيت محاضره دكتور مسعد، هو بيتكلم على ايجيبشن سولار راديشن اطلس، ده كان مشروع عمله ودي النتائج بتاعته، ان هم قدروا يعملوا اطلس بس للسولار راديشن، الاشعاع الشمسي اللي موجود في مصر كلها من اول اسكندريه لحد اسوان. فديت حاجه رقم يعني، والداتا بتاعته موجوده على ناسا، وهو هيبدا يعرف لكم المجهود اللي اتعمل في خلال الثلاث سنين مع ناس، مجموعه عمل من فرنسا فمشروع كبير جدا وكلف ملايين يعني. فده هتبقى محاضره ايه، ناخد ريلاكس كده عشان نبدا اللي بعدها. بعد كده محمد عزت هيكلمنا على البلازما بارامتر في الفيوجن، بعد كده نكمل من بعد البريك لحد بالليل بنفس الطريقه. اليوم الثالث الدكتور محمد شهاب هيكلمنا عن البلازما سيميوليشن، بعد كده الدكتور ابراهيم بحيري هيتكلم عن البلازما ان ذا ايرث ايونوسفير. دول محاضرتين علميين. نختم بقى اخر يوم ب مش محاضرة، هو الاتجاهات البحثية في البلازما عبارة عن ايه؟ فكل استاذ هيبقى مشارك معانا، هيطلع مثلا يتكلم عن بحث او بحثين من الشغل بتوعه، ايه اللي ايه الجديد اللي هو عمله، مش هندخل في تفاصيل بقدر ما احنا هنحكي زي حدوتة كده، البحث ده ايه اللي حصل فيه وايه المشاكل اللي واجهته، حتى يعني ايه النشر العلمي، انك تبقى عارف ايه الفرق بين النشر العلمي واي حاجة انت بتسمعها في الجرايد او في التلفزيون او تقراها ما هياش اي كلام. فازاي ودنك كده تميز ما بين النشر العلمي اللي بجد واي حد يطلع يقول اي كلام. لو انت قدرت تفهم الكلام ده يبقى انت فعلا استفدت من حضور المدرسه.
وبكده اخر يوم هنخلص على السنه 12 ونشوفكم بقى السنه الجايه ان شاء الله، او ممنوع حد يجي السنه الجايه. فهو كل واحد يقدم مره واحده، انا اللي بيقدم بعد كده برفضه عشان اسيب فرصه للناس تيجي. في النهايه كده بقى الحاجه العلميه احنا خلصنا منها. فحد عنده اي سؤال؟ اي استفسار؟ طيب نتكلم بقى عن الترفيه شويه كده. يعني انا بحب ادي معلومات عامه عن بورسعيد عشان ما حدش يتوه بالليل. يعني في دكتور يعني الحمد لله وصل بين ساعه استخدم الجي بي اس. هي دي خريطه بورسعيد كده. الناس كده ايه؟ يا بورسعيد عباره عن مثلث زي ما انت شايف كده، اللي جاي من طريق دمياط هيبقى جاي من الطريق ده كده، الطريق القاهره بيبقى جاي من الطريق ده كده. فاللي جاي من دمياط احنا فين؟ فانت عندك زي ما لو استخدمت الجي بي اس هتلاقي عندك 100 فيروز، فما تستخدمش الجي بي اس وانت داخل بورسعيد. ديت نقرب شويه، ديت شكل بورسعيد، دي قناه السويس وده البحر المتوسط. انت مكاننا فين هنا عشان لما تخرج بالليل وتبقى عارف؟ احنا مكاننا في الحته دي هنا كده، في اول بورسعيد من هنا. هو هنا بقى. احنا مكاننا في المنطقه دي كده، اللي جاي من دمياط قلنا هيبقى جاي من هنا. المنطقه اللي قدامنا دي كلها عباره عن مقابر، فعشان اللي يتعب من المحاضره يطلع يريح. انا بيتي هنا. هنا دي المنطقه اللي عند دي قناه السويس. الناس بقى بتركب معديه بتروح بورفؤاد. ف بنصحك بقى بالليل ممكن تروح في اماكن معينه، لو بعد الغداء او كده تحب تروح في حته، عندك المتحف الحربي، دي ريسبس، طرح البحر، كل دي اماكن ممكن تروح تشتري هدوم التجاري لو معاكوا فلوس. يعني احنا اخدنا الفلوس اللي معاكوا كلها خلاص. انا حاطط لكم بس صور هنا، طبعا انتوا هتروحوا مش هتلاقوا الكلام ده خالص. الكلام ده الصور دي من زمان، يجي 100 سنة أو أكتر. المفروض إن ده كان تمثال ديليسيبس موجود على أول القناة هنا 56 بعد العنوان، راحوا مفجرين التمثال ورموه في المية وما بقاش عم موجود حاليا غير القاعدة اللي تحت دي. أخدوا التمثال تقريبا حطوه في مبنى الهيئة بقى يعني كده. ده صور مختلفة لتمثال ديليسيبس والمنطقة دي، كانت يعني دي بداية لقناة السويس. فدي كانت رمز إن ديليسيبس ده هو اللي إيه فكر في موضوع قناة السويس. دي عندك المعدية اللي انت ممكن تركبها وتروح بورفؤاد عندها الجامع ده. فالمعدية دي ببلاش، محدش يضحك عليك وياخد منك فلوس وانت داخل. عشان هنا التاكسي، التاكسيات هنا يعني اقصى تاكسي ياخد 8 جنيه 10 جنيه يعني يوم ما يطلع. ما حد، في ناس اتضحك عليها السنة اللي فاتت في 30 و40 جنيه في مشوار. فتبقى انت عارف ان التاكسي هنا. ديت المناظر ديت هتلاقيها في بورفؤاد. طبعا انت هتمشي تحت مش هتشوف من فوق. بس الفيلا دي اللي كان بنيها الفرنسيين ايام ما كانوا قاعدين بيدوروا بقناة السويس فهي لسه موجوده لحد دلوقتي يعني. فانت تمشي هناك هتلاقي مناظر جميله جدا. ف في حاجه ثانيه؟ شكرا جزيلا. ونبدا في اول محاضره مع محمد عزت، هيكلمنا عن مقدمة عن البلازما، واتمنى ان هي تعجبكم. شكرا.